الاسم الاول عنه ما بنتحول في الاخبار في الرياضه بكل شي فالجميل برجي. برعايه متنزه وقاعات الافراح تل المرح، برعايه مقهى الحكايه كفر قرع، برعاية ديزول بلوس دكان لراحة الزبائن في محطة وقود ديزول صعبني، برعاية بلدي أربح لك بطاقة الهدايا والامتيازات من محطة وقود ديزول صعبني. أعزائي المشاهدين، نفتتح حلقة 28 من برنامج بكجيات رمضان. بذكركم أنه إحنا في الحلقات النهائية من برنامجنا، تابعونا. كل عام وانتم بخير، ابقوا معنا. رمضان كريم، عارفين على حضرتك. أنا فاطمة جميل مرت حسن إبراهيم يحيى. طيب قولي لنا حجة، شو بتحضري للعيد؟ بلشت تحضري للعيد؟ والله احنا بنحضر خضرة وفواكه. طيب هيك عمين بتعايدي بمناسبة مناسبة شهر رمضان ومناسبة العيد؟ على كل أهل البلد. كل بتكوني بخير إن شاء الله، بتضلوا الصحة وعافية إن شاء الله، نعاد عليكم سالمين جاه رب العالمين ان شاء الله. كل عام وانت بخير ورمضان كريم. رمضان كريم ان شاء الله، بنعاد على الجميع بالخير بالصحه وبالعافيه ان شاء الله. شويه يا قلب تهدى، شويه يا قلب تهدى شويه. انا احط الحق علي ويحط الحق عليا. أعزائي المشاهدين، من مركز البلد وأجواء رمضانية، زي ما أنتم شايفين تلف في خط المي في مركز البلد، المي علينا خير ورمضان خير، تابعونا. أنا أمل علاوي. احكي لنا امل، شو بتحضري للعيد؟ شو عامله بهاي الايام الاخيره برمضان؟ قبل ساعه بدنا نشتري الاغراض، معنا عندنا ابن سنه وخمس اشهر، برضه هيك حاسس بجو العيد، شرنا بالنفافيخ وحلا واغراض، مبسوطين الحمد لله. مبسوطه بفرحه الطفل يعني؟ الحمد لله، هي يعني ثاني سنه لي هون وبعيش العيد بتجوزي هون، الحمد لله كله تمام. طيب شو عمين بتعايدي وشو بتقولي لهم بمناسبة العيد؟ لأهلي ولدار عمي وجوزي طبعا وابني ولكل صحباتي وجزانهم، بقولهم كل عام وانتم بخير وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. كل عام وانتم بألف خير. شكرا أمي وإليك أكثر. تسلم. على كيفك على كيفك زعلت رضا على كيفك على كيفك تزعل ترضى على كيفك قلبي نازل عندك ضيف قلبي نازل عندك ضيف حبيبي توصب ضيفك على كيفك على كيفك تزعل ترضى على كيفك على كيفك على كيفك تزعل ترضى على كيفك على كيفك على كيفك ترجع على كيفك على كيفك على كيفك تزعل ترضى على كيفك قلبي نازل عندك ضيف قلبي نازل عندك ضيف حبيبي توصب ضيفك حبيبي. زكريا خليلية من يافطة الناصري. احكي لنا شو عامل عنا هون في القريعة وبحكاية. والله انا سمعت انه في محل هون عاملين سينما 7 دايمنشن، هاي اول مرة سمعت عنها، يعني انا ماكسيموم يعني 3 دايمنشن قعدت فيها. وقالوا لنا في جو حلو هون يعني واكل زاكي. كيف شفت، شو انطباعك، كيف شفت الاجواء؟ كثير ممتاز، يعني محل على مستوى كثير عالي. طيب شو انطباعك عن رمضان بما انه صرنا بالايام الاخيرة فيه؟ انطباعك عن رمضان بشكل عام؟ والله رمضان يعني اول رمضان كانت كل الناس خايفه منه، الدنيا حم
وصعب والصيام صعب ومش صعب، طلع على العكس تماما يعني. رمضان كتير حلو ومرك بسرعة يعني، مرك بسرعة يعني وكان هوين. طيب وشو بهاي الأيام الأخيرة وقرب العيد عم تحضروا، كيف شو عاملين بهاي الأجواء؟ والله يعني نطلع العيلة كاتنا مع بعض، نشتري أواعي يعني آخر، يعني آخر أيامات رمضان يعني منقضاش في البيت، منقضيها هناك بالمطاعم، فاهم كيف؟ عشان واحد يحس بالأجواء، فاهم كيف؟ طيب شو عندك كلمة تقولها لكل الناس بهالمناسبة، مناسبة شهر رمضان والعيد؟ أول شيء يعني كل الناس يلا نعاد عليهم بخير وسلامة كل سنة إن شاء الله يا رب، ويوفق الجميع إن شاء الله، ومتمنى للخير طبعا. احنا بنشكرك، رمضان كريم وكل عام وانت بألف خير. انت بألف خير. وليد عثماني من كفر قرع. احكي لنا هيك شو بتعمل بالايام الاخيره هاي، قرب العيد ورمضان قرب على الانتهاء، شو عامل بهاي الايام؟ والله عادي زي كل الناس، صيام وشغل والحمد لله عادي. بتجهزوا للعيد؟ بلشتوا تحضروا هيك؟ الصراحه بلشنا نحضر. وشو انطباعك عن رمضان بما انه حسيت انه طول مرق بسرعه، كان صعب كيف؟ هو صعب دائما صعب، اما الحمد لله رب العالمين ماشي الحال زي كل مره. ما حسيتش انه ما كان طويل يعني بما انه كان بالصيف ساعات طويله وحام؟ بما انه اجى السنه بالصيف يعني اصعب من كل مره، بكى صعب علينا السنة. وبشغلك حسيت بصعوبة؟ الحمد لله يعني زي ما قلنا حسيت بصعوبة بما انه ساعات طويلة كلنا والدنيا صيف، بس الحمد لله رب العالمين. طيب شو كلمة بتقولها لكل الناس بمناسبة شهر رمضان والعيد؟ كل عام انتم بخير وان شاء الله بنعاد علينا وعليكم. شكرا لك، كل عام انتم بخير. كل عام انتم بخير. بسمع. كدي عمرك؟ ثماني. وشو قاعد بتعملي بحكاية؟ حضرت سينما وداك لقليدة وروح. صحة وعافية. طيب تعرف تغني لي؟ بدي تغني لي أغنية. طيب. وعيوني تستقل والقلب يحن له، وعيوني تستقل والقلب يحن له، حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله. الله 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 الله. شكرا، رمضان كريم وكل عام وانت بخير. انت بخير. محمد دخان من الناصر. احكي لنا شو اول شيء عامل عندنا هون كفر قرع بحكايه. المزبوط سمعت دعايه بالراديو عن هذا المحل وحبيت اجي اجربه يعني هيك برمضان. كيف شايف الاجواء؟ الحمد لله منيحه يعني، اجواء رمضانيه حلوه مبين في حركه هون. طيب شو انطباعك عن رمضان بما انه صرنا بالايام الاخيره، شو انطباعك عنه، شو حاسس؟ والله ايام حلوه، ايام خير يعني، الواحد بختنمها للتعبد، وبرضه حلوه هيك ياخذ العيله يرفه عن حاله شوي صغير كمان. شو عاملين بالايام الاخيره قبل العيد، بتحضروا شو، كيف الاجواء؟ عملنا تعزيلات للبيت طبعا هي بالدرجه الاولى، مشتريات للاولاد، وهيك خدنا يعني اليوم افطرنا برا برنامج يعني بتعرفي غير مش بالبيت، وحبينا نجيب من هون كمان يغيروا جو. طيب شو عندك كلمه تقولها لكل الناس بمناسبه رمضان بمناسبه العيد؟ اول شيء بتمنى انه ينعاد على الامه الاسلاميه بالخير واليمنى والبركه، وان شاء الله ربنا بديم الحب والألفة بين الناس انه تكون طول السنه زي اجواء رمضان ان شاء الله. رمضان كريم وكل عام وانت بالف خير. تسلم ايديك. شويه 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 يا قلب تهدى شويه، شويه 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 يا قلب تهدى شويه، انا حط الحق علي ويحط الحق عليا، انا حط الحق علي ويحط الحق عليا. سيا 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 قوم نلعب شوبية، سيا وعين السيا قوم نلعب شوبية، انا اشقيلك يا عيوني وانت ازعلك عليا،
أنا شقيلك يا عيوني وانت زعلك عليا. قوم نلعب شوبية سيا وعين السيا قوم نلعب شوبية أنا شقيلك يا عيوني وانت زعلك عليا أنا شقيلك يا عيوني وانت زعلك عليا. هب الهوى من قبلة والغيم لم ترافو هب الهوى من قبلة والغيم لم ترافو أنا بغي محبوبي وبالصوت يا من شافو خانة واللي وين ربيانا واللي شعرنا ويلج خانة يا واللي وين ربيانا واللي شعرنا ويلج خانة يا واللي وين ربيانا واللي شعرنا ويلج خانة يا واللي وين ربيانا. لك تبورق ورسل لك يلي مفارق خيلك لك تبورق ورسل لك يلي في ديرتي أحسن لك لك تبارك وارسل لك يلي مفارق خيلك لك تبارك وارسل لك يلي مفارق خيلك في ديرتك باد وزافة في ديرتك باد وزافة في ديرتي أحسن لك في ديرتي أعزائي المشاهدين كنا في حلقة 28 من برنامج بكجيات رمضان. بتمنى أن الحلقة تنال إعجابكم. بذكركم أنه شهر رمضان قارب على الانتهاء. دائما معكم رجاء وعبد الرؤوف. باي باي. Thank you.